وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تمسية أحلام مع أخيكم إسماعيل جابير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بالكلام عن سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. النهاردة معنا دعاء جميل جدا بعنوان هنيئا لمن يبدأ بهذا الدعاء. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: يا مالك الملك وكلتك أمري استودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة بقلبي. اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم دربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل، وفرحة لا تذبل أبدا ولا تموت. يا رب اجعل هذه الأيام فاتحة خير علي وعلى أهلي وعلى أحبابي وكل الغاليين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. تضرنا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.